وكل نهار بقدم لنا عشان بس إنه نشتغل وندير باله عليه لأنه ما عنده حدا. أنا اسمي ماما وعمري 8 سنين. أنا قامي كل الشغل ونحن نتمنى أبويا يفوت على تركيا يتعالج فيه علاج غادي، وكمان في بدنا مدرسة لأنه مدرستنا هون تعبانة كتير. وأنا قامي بكل شغل البيت، بجلى وبطبخ وبلم البيت وبشطف وبساعد بابا يفوتوا، واتمنى إنه تفوت بابا على تركيا وكمان يتعالج غاد. صعب بس كيف الواحد بيتحمل؟ يشكر ربه وعذابه راح على بابا. كل نهار بقدم لنا عشان بس إنه نشتغل وندير باله عليه لأنه ما عنده حدا. عمره أخوي 11 سنين وجدو عمره 5 سنين، أخويا الصغير. نحن قاعدين لحالنا وكمان ما حدا بفوت لعنا ولا حدا بزورنا، وأنا قاعدة بشغل البيت كله لحالي. أنا دوامي بروح الظهر وبشتغل قبل ما أروح، بشتغل كل البيت بعدين بروح المدرسة. صعب شوي بس الواحد بدين الله ما حدا. عم بتعب بس بدي اشيله. المفروض ضل حد بابا وعاونه وساعده لأنه ما له حدا. لسه حتى أنا بتمنى بابا يفوت على تركيا عشان يتعالج ويدير باله علينا، في إلو علاج بتركيا. رز مع كورونا يلي بده يا بابا، لحتى بعرف اشتغل كرشي. حتى كل نهار بشكرونا وبيوسخوا لي البيت، وبعدين بيجا بابا بنصيح عليه لأنه وسخ البيت. السلام عليكم، أنا الأخ إبراهيم عبد العزيز من ريف حماة الشمالي كفر زيتي. تصوبت من عام 29/11/2016 شلل نصفي، إصابتي بشظية في النخاع الشوكي أدت إلى شلل من نص وتحت. مقيم في مخيمات أطمي، عايش أنا وأطفالي وبنتي، وبنتي هي اللي قامي فينا أو هي اللي عبترهانة. وبتمنى أنه تنظر على وضعنا المنظمات ونناشد الحكومة التركية بإدخالنا إلى تركيا للعلاج. هذا وضعنا مقطوعين، ما عندي حدا غير أنا والأطفال والبنت، مع أني أضغط عليها وهي القائمة بأموري. ولله الحمد، الحمد لله. نتمنى أنه جميع من يشاهد هذا المقطع بإدخالنا لأراضي التركية بقصد العلاج. أطفال البنت عمرها 8 سنوات والطفل الصغير عمره 5 سنوات، وعندي طفل عمره 10 11 سنين. قالوا لي علاجك في تركيا حصرا. العلاج هو زرع خلية جذعية في النخاع الشوكي، وهون ما شافينا ما في إمكانية طبية لإجراء هذا العمل الجراحي. بنتي هي اللي بتساعدني، هي إيدي، هي بتشتغل، هي بتقدم لي، هي بتشربني، بتجيب لي الأكل، بتجيب لي كل شيء. يعني هي اللي بتساعدنا، هي اللي بتقوم بأمور البيت، بتلبسني، بتغطيني، بتطعميني، بتحممني، بتشربني، كل شيء هي بتقوم بأمور كل البيت.